هذا اخي صاحبي بعائلة. هذا المطعم العائم في منتجع جيرمو بإمكانك أن تشغل مكانك في وجولة صغيرة 20 دقيقة تتناول بيها آيس كريم أو هوت شوكولا أو كابوتشينو مثل ما تريد. وهنا موجود هالقوارب، ممكن تستأجر لك قارب. وهنا عندنا أبو دلال على الهواء مباشر في منتجع جيرمو هو مع الجروب ماله. الهواء مباشرة من أرارات للسياحة أبو دلال في منتجع جيرمو. أبو من منتجع جيرمو طبعا أبو ماسيس هو أستاذي في أرمينيا. أنت أستاذ الكل. أستاذ الكل هذا أبو دلال ده يتشاقى وياكم ترى. لا لا أنت الأستاذ الكل. حبيبي. وإحنا تعلمنا منك. هذا على اليوتيوب. تقدر تكون على اليوتيوب. دايركت على اليوتيوب. منتجع جيرمو. وعلى اليوتيوب أشكر جدا. هنا جروب الدلال مع الأخ سفيان كاكا، أي جروب عائلي في عين كاوة في أربيل في دهوك بإمكانه الاتصال مع الأخ أبو دلال، ينظم لكم جولات رائعة. أنا مالي شغل، مالي علاقة بالموضوع، تتصلون بي دايركت، مالي شغل بالسوق يقول مريت اشوفك. تتصلون بالاخ ابو دلال، راح انشر لكم رقم ابو دلال اسفل الفيديو، ينظم لكم رحلات. اوكي، رحلات خاصه للعوام. حبيبي شرفتونا في ارمينيا. ابو ايده والله يبو